السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، وبإذن الله هنحط مكون كده للحمام سهل وبسيط. بما إن بقى الصيف داخل وكده وبتكتر فيه المشاكل والأمراض، أنا النهاردة جايبة لكم مكون كويس جدا. يلا كده يا جماعة نسمي الله ونحط لايكات كتير للفيديو، عايزين نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات. ويلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. فيديو سهل وخفيف، وكمان وصفة سهلة وخفيفة جدا، في نفس الوقت هتفرق مع الحمام كتير. مبدئيا كده زي ما انتوا شايفين معايا، انا بأكل الحمام الأول، لأن الحمام يا جماعة لازم ياكل، علشان طبعا انا جاية النهارده كده آخر النهار بعلفه. المفروض زي ما انتوا عارفين الحمام لو ورزه غليل باكل مره الصبح كده ومره اخر النهار، يعني باجي الصبح كده اكلهم شويه على قد الطاقه، وباجي اخر النهار برضو اكلهم شويه. ليه بقى؟ علشان انا ممكن احط لهم الاكل كلته مره واحده، احط لهم الميه مره واحده، بس ما ينفعش لو انا حطيت الاكل مره واحده تبص تلاقي الحمام متبرز عليه، يعمل عليه فضلات، الحمام ياكل وياكل ولاده ويحصل مشاكل معويه، وكل ده طبعا بيصب فوق الحمام وفوق الزغاليل في الاخر. فعلشان كده انا بقول لكم يا جماعه، لو الحمام ورزه غليل اكله مرتين، لو هو مفيش ورزه غليل كفايه مره واحده بس. فاحنا بقى دلوقتي هناكل وهنحط لهم ميه نظيفه، علشان طبعا انتوا عارفين ان الجو طبعا بدا يا جماعه ان هو ايه، ان هو يحرر، فخدوا بالكم من اليومين دولت، لان طبعا الحر بيكتر فيه الامراض وبيكتر فيه الجدري والكلام ده كلته. فانا ان شاء الله يعني ايه مش عايزه الكلام ده كله، لازم نعمل ان يبقى في نظافه في الاكل، نظافه الميه دايما باستمرار. هنحط مكون كويس، المكون اللي انا هوريه لكم دوت حاولوا ان انتم ما تقطعوش خالص طول الصيف، ده بيبقى كويس جدا بالنسبه للحمام، وهيغنيكي عن الادويه اللي انت هتشتريها وعن الكلام ده كله. حاجه كده سهله وبسيطه ومش مكلفه. طيب دلوقتي بقى كده علفنا، هنغسل الويان بتاعتهم، نغسلها كويس جدا، نحط لهم ميه. الناس يا جماعه اللي بتحط في الويان بلاستيك خدوا بالكم، وبتسيب الميه قدامهم لما الاخر النهار، تاخد بالها من الموضوع ده كويس. البلاستيك بيسخن الميه قدام الحمام، ولو قعد ميه طويله مده طويله تحس ان الميه مريمه قدامهم كده ومش نظيفه، وبتعمل ريحه مش كويسه، ده البلاستيك بالذات، لان البلاستيك بيسخن. فالافضل ان انتوا تحطوا الميه في البخار، في الفخار، الفخار بيرطب الميه، بيخلي الميه ساقعه، حتى لو قعدت طول النهار معاكي الميه بتبقى ساقعه وكويسه جدا، بتبقى حلوه للحمام. دي نقطه مهمه برضو لازم كلتنا ناخد بالنا منها، تمام؟ فانا علشان كده دايما على طول نظافه باستمرار للحمام. وخدوا بالكم يا جماعه برضو نظافه العيون، نظافه العيون بتاعه الزغاليل او بتاعه الحمام بمعنى اصح كمان، علشان لو المكان مش نظيف اول حاجه بيكتر فيه الجدري، لانه بيلم هاموش، بيعمل ناموس، ناموس طبعا بيعمل جدر عند الحمام، كل المشاكل ديت ده طبعا بتصب برده في الاخر على الزغاليل. فناخد بالنا دايما نظافه باستمرار، علشان ايه ما يكونش الفرخه اللي الفرشه مش نظيفه، اقول الفرخه الفرشه مش نظيفه وتكون تحتها حشرات، دود، الحاجات دي كلها. انا عملت لكم قبل كده فيديو، جبت لكم الكيس يا جماعه اللي هو الملاسيوم، في ناس كتير شافته معايا، لانه كان دايما اي حد بيسال يا مشيمان عند الفرشه تحتها حشرات، بقول لكم الملاسيوم كويس جدا جدا، وانا جبته وعملت فيديو، ولو انتوا حابين تشوفوه ارجعوا للفيديو ده تاني ان شاء الله، هبقى اكتب لكم الرابط بتاعه، الناس اللي حابه تشوف يعني. ودايما ترش وتنضف تحت الحمام. طيب يلا كده يا جماعه بقى شوفوا المكون معايا، ده طبعا مكون سهل وبسيط وموجود في قلب مطبخنا، ده الخل يا جماعه، تمام؟ الخل كلتنا عارفين ان الخل يعتبر مضاد بكتيري، مضاد فيروس، كويس جدا علشان الاسهالات والمشاكل المعويه. فانا جبت حاجه بسيطه جدا جدا، لا هقول لكم اغلى كذا مع كذا، ولا هجيب لكم مثلا حاجه صعبه، ولا اقول لكم هاتوا حاجه من عند البيطري، لا، حاجه سهله وموجوده في قلب بيتنا وبلاش. الحاجه ديت لو احنا عملناها للحمام، لو انت عملتها بس مرتين حتى في الاسبوع، اعرف ان الحمام ما شاء الله هيبقى معاكي زي الفل، هيبقى صحته حلوه، هيبقى حمام قادر على الانتاج بطريقه كويسه جدا. دي يا جماعه الناس اللي هي عايزه يعني انتاج حمام كويس، شوفوا بقى لو انتوا لاحظتوا معايا، تلاقي الميه بقى انا غاسله الوعينه اهيت، والميه شكلها حلو، والحمام ما شاء الله بيشرب. وطبعا الفخار من الحاجات الكويسه جدا اللي بتسقع على الميه وبترطبها للحمام، بتخلي الحمام كده يشرب،
حتى لو قعدت طول النهار، لا عمرها تسخن ولا عمرها تريم ولا يسيبها اي حاجة. ده بالنسبة للناس اللي عايزة تبدأ بداية حمام كويسة، او تبدأ اللي يعني اللي دورة الحمام من اول الصيف كده من غير ما يتعب معاها، ويمكن ده السر اللي بيخلي الحمام ما شاء الله ماشي معايا كويس. دايما في ناس كتير بتسأل عند الحمام في جدر ومش عارف ايه، نظف يا جماعة دايما باستمرار، نسي المكان دايما، نظف العشش، جرود الارضية ونظفيها، رش جير كده على الارض، فصدقوني فعلا والله يا جماعة هتلاقوا يعني تربية حمام حلوة جدا جدا. وهتبص كمان، خدوا بالكم يعني اللي انا لاحظته كتير كتير قوي يعني على مدار تربية الحمام، ان النظافة يعني لها تأثير كبير في ان الحجم بتاع الزغلول يكبر معاك. الناس اللي دايما بتقول عندي الحمام ما بيكبرش، دايما على طول نظف، كل ما بتنظفي كل ما تلاقي الحمام او الزغلول يكبر معاك، فبالتالي الانتاج هيكتر وهيزيد، ويبقى عندك ما شاء الله مشروع عندك زي الفل. وده طبعا يا جماعة في ناس بتعمله كهواية وبتتفرغ له هو بالذات، لان في ناس يعني عندها يعني الحمام دوت بتحبه فعلا يعني كهواية. هو يعني انا عن نفسي دايما بحب تربية الحمام، حتى يمكن تلاحظوا كده كل ما باجي الف ولا حاجة وبص كده اجيب اي حاجة كده اقعد عليها، واحب اتفرج على منظر الحمام وانا باكله، ارشله شوية اكل كده وبص الاقي الحمام ما شاء الله يتلم عليه. خلاف كده كده كمان ان هو بسم الله ما شاء الله لما بتيجي تلم الانتاج بتاع الحمام او الزغاليل بيبقى منظره يفرح، من جهه ان انت بتكفي بيتك او بتكفي بيتك، وبتبيع كمان بيصرف. يعني خدوا بالكم الحمام اللي انتوا شايفينه دوت، انا يا جماعه مره بقطف وبخزن لبيتي، ومره بقطف وببيع يصرف على نفسه، وهي ما شاء الله ماشي على كده على طول. يعني هو مش بيكلف، يعتبر هو بيصرف على نفسه. انا كنت ممكن طبعا تعرفين الحمام دوت في وسط الغيطان وكده، وما شاء الله الغيطان مليانه بقى الايام دي غله وفول وحاجات، كنت ممكن ان انا اطلقه علشان ما احسش بالاكل بتاعه او المصاريف بتاعته، بس ما اضمنش، عشان بس كده ايه، في ناس بتقول لي مش انا عايزه اطلق الحمام بتاعي بس خايفه يروح وما يرجعش تاني. انا ما اقدرش اقول لك ان انت ممكن تطلقيه، ممكن يروح وما يرجعش تاني. انا عن نفسي طبعا بخاف برضو ان انا اطلقه، لانه ممكن يروح وما يرجعليش تاني. المكان برضو جديد، يمكن لسه بقاله كام شهر ولسه برضو ما تعودش عليه، بس ما اضمنش ان هو ممكن يخرج ما يرجعش كده. فالافضل ان انا بحبسه، بعمل له التحديقه، بعمل له الحاجات اللازمه، اكنه برضو يعني ايه بياخد كل الحاجات اللي هو ممكن يلقطها بره بعملها له هنا. واهم حاجه التحديقه، التحديقه دي ان شاء الله يا جماعه هبقى اعملها لكم كده برضو في فيديو، انا كنت عملتها من كام شهر كده، وان شاء الله هعملها لكم تاني. ده يا جماعة كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يا رب يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.